الصين هي الحضارة الوحيدة في العالم التي مرت ب4000 سنة من التطور المستمر. الحضارة الصينية القديمة والحديثة والمتنوعة والعميقة لها سحر جذاب. أصبحت الصين اليوم الدولة الأسرع نمواً في العالم، كما أن الصينيين الذين يمثلون خمس سكان العالم يتجهون نحو مركز العالم، وتملئ عيونهم الرغبة في التواصل مع بقية العالم، كما أن المزيد والمزيد من الأجانب يأتون إلى هنا للصين بنفس الرغبة في السفر أو الدراسة، العمل أو حتى العيش. 对对对，对对对，他们做的非常好，因为你要学学的是什么，跟中国有什么关系都有。 يمتلك الامتداد الشاسع للصين عادات ثقافية وعادات خاصة فريدة في المناطق مختلفة من الصين. الآن يرجى اتباع خطواتي لفهم ثقافة الصين وعيش تجربة مختلفة والالتقاء بالناس والاستماع إلى قصص صينية حقيقية. I hope you a long time here. Yeah, yeah, yeah. We'll stay here. Get his girlfriend. Yeah, Chinese. اسمي ليبويا وأنا طالب في جامعة العليا للأساتذة. أنا أحب الرياضة وقد تعرفت على العديد من الأصدقاء الصينيين من خلال لعب كرة القدم. نسيت أن أقول مسقط رأسي هو المغرب في الدار البيضاء غرب إفريقيا، حيث يعرف الناس الصين جيدا. هو أن الحضارة الآسيوية وأن السكان ديالها أكثر من مليار نسمة وأنها هي الثانية من ناحية الكرة الأرضية. ثاني حروف الواحد جوج الحوايج اللي ما تقدروش نكثروا، التاريخ ديالها وكذلك الاقتصاد ديالها. أما بالنسبة للسكان ديالها فمن وجهة نظري كنشوفهم بلي واحد الناس عندهم واحد النفس كما كنقولوا حنا في الدارجة، النفس ديال الخدمة، لأنهم قادرين يحققوا إنجازات كبيرة في المستقبل. يمكن لنا الاختيار ثلاثة الحوايج، أولا السلم الاجتماعي، ثانيا الاقتصاد، وثالثا أهم حاجة العلم. كما أن بعض أصدقائي قاموا بمساعدتي من خلال فيديوهات لأعرف الصينيين عن مدى يعرف المغاربة عن الصين. بعد قضاء 3 سنوات في الصين مع شعوره هو أن التطور هنا سريع، كما أن الصين غنية بشكل خاص بالبضائع وتوجد محلات والسوبر ماركت ومراكز تسوق والمجمعات التجارية التي ترضي في نفس الوقت التسوق والترفيه والناس في جميع مناطق المدينة، والناس يعيشون بشكل مريح للغاية. الآن أنا معتاد على الخروج بدون محفظة لأنه لا يوجد شيء أحتاجه في هذه المحفظة من غير الهاتف المحمول. هذا لا يمكن القيام به في بلدي بطبيعة الحال ولا في العديد من البلدان الأخرى. في عام 2017
صنف الأجانب في الصين السكك الحديدية الفائقة السرعة ودفع الرمز المسح الضوئي والدراجات المشتركة والتسوق عبر الانترنت باسم الاختراعات الأربعة الجديدة في الصين. أثناء التواصل مع الشعب الصيني أعجبت كثيرا بحماسة الشعب الصيني ودفئه وسيادته واحترامه واحترام كبار السن والشباب. لماذا هكذا؟ لقد كنت في معهد كونفوشيوس في المغرب، وأعتقد أن هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة التقليدية العميقة في الصين وخاصة تأثير كونفوشيوس. لذلك عندما وصلت إلى الصين أردت أن أفهم ثقافة كونفوشيوس في الصين وأرى ما إذا كان هو هذا ما كنت أفكر به، وقد تم دمج أفكاري في جميع جوانب الحياة الصينية. أول محطة أريد زيارتها هي مدينة شوفو، مدينة كونفوشيوس. كونفوشيوس هو قديس صيني وقد عاش من قبل بالصين منذ أكثر من 2500 سنة، وأسس ثقافة الكونفوشيوسية الصينية وأيد الخير البر المجاملة الحكمة والإيمان. الكونفوشيوسية لها تأثير كبير ليس فقط على الصين بل حتى على العالم. تم إدراج معبد الكونفوشيوس والكونفوشيوسية والكونلين في قائمة التراث الثقافي العالمي للأمم المتحدة. لحسن الحظ لأول مرة أزور معبد الكونفوشيوس بمدينة شوفو وجدت حفل معبد الكونفوشيوس الرائع. في معبد الكونفوشيوس
代呀、啊，把什么当门，把什么当路呢？就是把懂礼作为门，把懂义作为路。也就是说，一个人如果有礼有义，他干任何事情都有门路了啊，有门路了，就能够方便了啊，就能够畅通无阻了。لدي حد كبير اليوم أن التقيت هذا المدير ومرشدي والذي اسمه هو مونشين فون وهو سليل جيل 73 لمونشوس ليكون قادر على سماع تفسيرات مونشوس في مونفو 16 在中国古代呢象征着什么呢多子多福16子多吧所以说相当于人丁兴旺多子多福但是为什么在这里栽种白色的这个白色的石榴呢？因为相当于什么呢？清清白白，就是告诫后代子孙呀，做人要做清清白白的人，啊。刚才咱说的哈，那个叫什么呢？叫木香，木香是一种植物。这个种的什么？你认识吧？你肯定吃过。补脑的。坚果核桃吃过中国的核桃吗核桃木香它们的谐音呢就是和和睦睦形容家庭非常的和睦和和睦睦多子多福清清白白啊这是栽种这些植物的一个寓意就在这里搭在这里手托住这个手往后拉弦通过这个弦的张力射过去孟母三迁这个故事是什么意思呢孟母我们知道孟母就是孟子的母亲所以称之为孟母他这个三迁是怎么回事呢孟子啊他一开始他的家住在哪里呢他是住在坟地旁边住在坟地旁边呢孟子小的时候因为看到旁边的人都在哭丧啊送葬啊所以说呢他就学着这些大人在那里啊祭拜哭丧孟母觉得呢这样一个环境肯定不利于孩子的成长所以说搬家搬到哪儿了呢搬到一个闹市的旁边一个集市在集市旁边呢孟子整天看着这些商人吆买喝卖啊卖东西啊他就学这些东西孟母觉得这也不适宜孩子的学习成长所以第三次搬在哪儿呢搬在现在咱这个位置北面300多米的一个叫子思书院这样一个地方在那里呢孟子整天看到的是老师教着孩子们在那里读书诵经所以说孟子呢也学着他们的样子进行读书揖让进退学习周代礼孟母看到之后呢啊非常的高兴说这才是我的孩子应该居住的地方孟母断机孟子刚才不是说到学宫旁开始学习了吗学习之后呢有一天他没上完学逃学了回到家里他的母亲在干什么呢在织布刚才我说的我说桑树啊这是养蚕的蚕呢吐丝之后哎可以织布在织布的时候看到孟子回来了母亲非常的诧异觉得还没到放学的时间你怎么就回来了呢孟子说他有点厌学不想读书他的母亲非常的生气做了一件事儿做着什么事儿呢拿起剪刀把正在织着的那个布给剪断了啊给剪断了孟子非常的吃惊说母亲你为什么要这样做呢啊孟母说了这样一句话流传千古子之废学若无断丝之就是你这个逃学呀、啊、就相当于我把这个正在织着的布给剪断一样因为古代织布呀如果从中间剪断之后就没法再继续织了就是前面的呢
全都废弃了，半途而废。所以说用这个故事呢感动了啊孟母的这一举措，感动了孟子，孟子下定决心立志求学啊，让他了解到学习做事不能半途而废。中国古代啊，从古到今都是一个讲礼仪的国家。咱们知道现在通行于世界的是握手礼，是不是啊？中国古代呢最早的呢是揖礼。什么叫揖礼呢？就是作揖啊，兴于周代。所以现在祭祀孟子的时候呢往往从揖礼开始。这样咱你跟着我，咱一起为孟子行三个揖礼，行吗？来，左手啊附在右手上面，对，两拇指自然伸展啊，然后从胸前推出与眉毛齐高啊，然后行礼的时候呢身体要弯到60度，来为亚圣孟子行揖礼，揖，弯腰，哎，弯腰到60度，哎，收回啊，再揖，推出，弯腰。في كل مكان في الصين هناك معابد الكونفوشيوس وتسمى هذه الأماكن أيضا بالمعابد الكونفوشيوسية. بدأ نشاط حفر القبلية في الصين القديمة، وفي ذلك الوقت كانت الكونفوشيوسية تعبد في اليابان وكوريا والفيتنام، كما أن هناك أكثر من 2000 معبد في العالم. 为了表达对先师孔子的尊崇，吉林文庙在这里隆重举行丁酉年恭祭孔子大典，以铜祭孔的方式向全世界倡导孔子思想，传播儒家文化，提升中华民族的凝聚力和文化认同感。هذا هو الحفل الذي رأيته في معبد كونفوشيوس في مدينة جيلين. ومن المعروف أيضا وجود معبد كونفوشيوس في نانجين، معبد كونفوشيوس في تشوفو، ومعبد كونفوشيوس بمدينة بيجين. في مدينة تشانشون المدينة التي أعيش فيها، وفي العديد من الأماكن التي قمت بزيارتها، يمكنني أن أشعر بتأثير الثقافة التقليدية الكونفوشيوسية على الناس بدمائهم ونخاعهم العظمي. هل صحيح أن الناس في جميع الأماكن يعاملونني بهذا الدفء ومهذبون؟ يجب أن أذهب إلى مدينة أخرى لأتحقق من هذا. وشين زايد؟准备做新闻，因为我是一个很喜欢见新的朋友、新的文化，而且我要去那边，因为我还没去过，还有我要去那边理解他们的生活是什么样的生活，有没有什么差别跟其他的中国民族。الحديث عن تسون يوان مشهورة في الصين بحقول النفط. يعد حقل جيلين للنفط أحد الحقول المهمة بالصين، حيث تتزايد طاقة إنتاج النفط. في حقل جيلين هناك أكثر من 11 فريق إنتاج النفط، والتقيت بخان بين عامل استخراج النفط الذي يعمل هنا لأكثر من 10 سنوات. 欢迎你，欢迎你。好了，你好好教教啊。那行，欧阳，请换我工作服。好。
就是领口井，就叫下白井。现在是47度，这个是咱288平台，参数压力现在是0.64，回流温度21。怎么吃啊？21，这个是黑色的。对，对这的，哎，对对对，21的，这个呢是压力。对，那个是压力，对，对。这是咱388平台，这个就是井号。三八平台，平时咱的参数都有，就现在这个回流压力，是0.75，是吧？对，0.75，看压力表是一定要3.1线，目视前方。أخذني خمبين لمعرفة كيف يعمل، وهنا سنقوم بتسجيل قيمة مقياس الضغط بين حقن الماء، ثم نذهب إلى الفحص الخارجي لآبار النفط المختلفة. 抽气往上冲程去的时候。用手背触摸光杆，检查光杆是否温度情况，冰凉，说明出液正常。要发热的话，这井可能不出液或间歇出液。你用手背的摸一下。手背啊，就手就这样摸一下。不允许这么摸，下来时不允许摸。再往上时候，你就可以摸。对，你这么摸，可以摸一下。轻轻一摸，对，那得有容易毛刺扎伤手。可以，是冰凉，对，说明这口井现在出液正常。如果它要是发热的话，那就说明它不出液了，或者间歇出液了，这井可能有故障。对，عند الدور تناولنا وجبة غداء بسيطة معا.拿大棍子，赶到围炉围当里，到点那里去找咱那管线去，看哪有没有，确实有没有漏，一定得巡线。没有一天，比如说你今天上班，明天，比如说明天你要下班，那然后我给你打电话，告诉你回不去了，正常，就正常。有时候你看咱们三个男的，一天一宿的嘛，有这个活，有时候操作时候有时候不是一人操作的。上说不是今天咱们抽筋调平衡，对，就需要我们仨都来上班的。那管线漏了24小时或48小时。必须及时的把管线恢复上，容易影响生产。郭阳来中国几年了？现在大概2年。两年啊，就是汉语说的这么流利，我这个东北土话你能理解？还行。那你是了不起，真的。因为跟中国人交流，所以需要必须，因为在中国需要学汉语。对。我这个东北方言特别重，是不是啊？你看你也说啊，是不是？因为东北话跟普通话差不多。再来一个包，咱俩吃了，都吃了，来。相聚是缘呐，真的。今天就是我班儿。الحماس والبساطة وحسن الضيافة من عامل النفط خامبين تركت انطباعا عميقا عليه. صيوا هادئة في الليل مشيت في شوارعها وشعرت بحياة الناس على مال. ما أدهشني هو أن هذا العجوز يلعب التايتشي، يمكنه التواصل معي باللغة الإنجليزية. الصباح الباكر.
لكن المثير للاهتمام هو أن غالبا ما يرتدون ملابس موحدة تماما مثل كل يوم. from your foot, the power from foot. Second is arm. Yes, from arm. Okay. Yeah. Bye. And the last is arm. Yes. And hand. Tai Chi box is very easy. Yes. But maybe you want to study is very good. Yeah. It's very difficult. Yes, it's very hard for me. You need interesting. Yeah. Need is long time. And you insist long time. Yeah, maybe of course. One by one. Yes, step by step. Okay. هذه المدينة مثل المدن الأخرى التي قمت بزيارتها. هناك الكثير من الناس الذين يمارسون الرياضة في الصباح الباكر، لكن المثير للاهتمام هو أن غالبا ما يرتدون ملابس موحدة تماما مثل كل يوم.过两年，过两年，等我话说的不错，嗯，哎，就往这个球的往这个拍的中心跑，但是你就抛到这框里就可以了，哎，抛球同时左腿打开，哎，挺好，挺好，嗯，来，预备，走，一、二、三、四、五、六。 في المحطة الأخيرة قمت بزيارة بايشان ومدينة تشامباي، هذه المنطقة المستقلة من الصين، وشاركت هناك في حفل زفاف كوري تقليدي. الصين في تطور مستمر منذ آلاف السنين، كما أن كل الجماعات العرقية اندمجت مع بعضها البعض، فكل مجموعة عرقية لها ثقافتها التقليدية الفريدة الخاصة بها، وفي نفس الوقت تستطيع أن ترى الثقافة الصينية التقليدية في كل مكان في حياتها. Thank you.
네, 곧 우리 앞으로 다가오겠습니다. 네, 그럼 큰 박수로서 오늘 우리 الطاولة الكبيرة هي عادة فريدة من نوعها لحفلات الزفاف الكوري، فمن الضروري أن توجد الفواكه والحلوى والأسماك والدجاج والكعك مطلوب على طاولة الزفاف، ومن بينها أيضا اثنين من الدجاج مليئة بالتوفيق والاقتران. يرمز الفول السوداني والكستناء في وعاء الفاكهة إلى الولادة المبكرة للطفل، وهو بالضبط نفس عادة شعب الخان.两位新人，接受一下我们外国友朋友的新婚礼物，来一起往前站一下。来，愿我们的每个新娘拿着连连碗站起来，站起来，你新郎不要动，原地坐着就可以了。 新娘，穿裙子穿得合理，是讲究礼仪的。长一点的，我们的新娘胳膊抬高一点，保持高度，来再高一点，不要动，新娘，保持高度就可以了。有请新郎，吃一下我们的新郎的这个面。在传统的民族里面，男人代表的是尊严。好，我们的新郎很聪明啊，不是等待的新娘喂啊，他的自己站起来，这就是我们的新郎，很聪明，就现场。 看一看我们的新郎聪不聪明这个意思，怎么样，新郎？新娘喂的面条跟自己吃的面条哪个更香，哪个更甜？新娘喂的更甜，更香。对的，我们的新郎真的会说话啊！新娘喂的更香更甜。好，有请我们的双方父母再一次分开，把我们的新郎的面条给我们的娘家岳父岳母，然后我们的新娘的面条给我们的公公婆婆。来，我们的双方父母面向亲朋好友。 إن السعي وراء السعادة والوئام لفترة طويلة والرغبة المشتركة لكل الناس، وقد يكون هذا هو السبب في أننا يمكن أن نلمس صداها معكم في شيوس لآلاف السنين.